اهلا بكم. خليني اقول لكم انه يعني في سؤال دايما ملح على مرضى السمنه، سؤال ملح جدا. خلينا نتكلم من القلب. يعني مريض السمنه دايما بيبقى في حيران، اعمل رجيم ولا اعمل عمليه؟ ماشي، ما هو السؤال يعني انت فين بالظبط؟ وبرضه الحته بتاعت ولا اعمل شفط دهون؟ يا باشا ارجع تاني اقول لك وارجع واكرر تاني، شفط الدهون مش معمول للتخسيس. انا كنت في حاجه رائعه جدا جدا، حضرت الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاصلاح، هذا الركن الركين الرائع جدا في عالم الطب، في عالم التجميل، وكل اساتذه التجميل اجمعوا على ان شفط الدهون مش للتخسيس، مش للتخسيس، شفط الدهون لتنسيق القوام، فده يخرج بره السمنه. السمنه طالما انت عايز يقل وزنك انت مش هتعمل شفط دهون، واللي يقول لك اعمل شفط دهون عشان تخس تعرف ان هو يعني اقول لك ايه، بس اقول لك ايه، مش هقول حاجه، هسكت. طيب تعالى بقى نبص، رجيم ولا جراحه سمنه؟ والله ده اللي احنا النهارده هنتكلم فيه بالتفصيل. بس خلي بالكم انه السمنه المفرطه في عوامل معينه، السمنه المفرطه اوزان، وهنفهم النهارده يعني ايه سمنه مفرطه، اوزان معينه ما ينفعش ان احنا نتعامل معها الا بجراحه سمنه علميا. خلاص ما ينفعش. لما يجي واحد يقول لي انا 160 170 كيلو 180 كيلو طيب وعايز اعمل رجيم، صوت مش هينفع، مش هينفع. ليه؟ هفهمكم انا النهارده، ضيفي هيشرح لكم ليه. لكن المشكله بقى انه الوقت بيمر، العاد بيعدي. طب ماشي، ما هو كل يوم انت في خطر. لكن مثلا واحد 80 كيلو، واحد 85 كيلو، المفروض يبقى 60 65، اه لا يعمل رجيم، اعمل وحاول واجهد، انا اعمل نفسك برجيم، ده بتاع رجيم. لكن سكر و160 170 ولا 150 ولا 140، لا لا فكر بقى، استنى بقى نقف هنا. لازم نفهم حاجه، القرار لمين؟ اعمل رجيم ولا اعمل عمليه؟ القرار لمين؟ قرار للدكتور. بس الدكتور لما هيقول لازم جدا يختار الاسلوب الامثل للتعامل مع المريض ويدرسه. ولذلك جراح السمنه الان يوصفوا بانه منهم ناس بتذاكر طب نفسي، بتذاكر طب نفسي. ليه؟ هنفهم برضو النهارده. الحقيقه النهارده حوار مثير جدا، وعنوانه ما بين الرجيم والجراحه، طريقين هل هما مختلفين ام في النهايه متفقين؟ هل هما خناقه ولا شركه؟ والنهايه مصلحه المريض. القيمه العلميه الكبيره وضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور وليد ابراهيم. علاج السكر عن طريق تحويل المسار، هل هذا علاج دائم؟ محدش عارف. دي إجابة رائعة علمية دقيقة. أنا وظيفتي إن أنا أصغر من حجم المعدة. العملية دي يا جماعة بتعتمد على مهارة الجراح. فأنا بعتمد في المتابعات على كمية الأكل. بحب جدا الإجابات المبنية على بيزد علمي. هو العيان نزل في الوزن عشان الأعراض تروح، تحويل المسار ليها دور ميتابوليك. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. دكتور وليد اهلا بيك. اهلا، وحشني جدا. وانت؟ الموضوع ده احنا قعدنا كده ايه نفكر نفكر نعمل ايه، ورحت انت قلت طب ما نعمل مقارنه. اشمعنى يعني اخترت؟ انا ما قلتش احنا نعمل مقارنه، انا اللي قلت. انت قلت احنا نعمل مقارنه، ماشي، بس هو السؤال بقى كان في محله. ايوه، يعني احنا بقى لنا دلوقتي مثلا مع المشاهدين 3 سنين، عملنا حالات وعرضناها. انا ممكن اعبر عن احساسي تجاه عمليات السمنه بإعلان مشهور قوي كان قديم ودلوقتي بدأ يرجع للميديا، اندهش. لو وقفنا قصاد جراحات السمنة لازم نندهش. تكميم المعدة وتحويل المسار عمليتين تفكيرهم مختلف، واحدة بنصغر فيها من حجم المعدة والتانية بنصغر من حجم المعدة ونقلل الامتصاص.
ايه اللي يدعونا ان احنا نندهش؟ انا كجراح سمنه فعلا انا اندهشت. اندهشت من نتائج 5 سنين. اندهشت من قدره العمليه على العلاج. انت لما اتكلمت وقلت جراحات السمنه يعني ايه سمنه مفرطه؟ والكلام المعتاد معامل كتله الجسم فوق 40 او 35 مع كوموربيديتي. والخواجات والاجانب عملوا القصه دي. وعملوا الارقام دي. كانوا بيعالجوا جراحات سمنه. في عندنا كاتيجوري وانا قابلته في 3 سنين اللي فاتوا اللي هو ما بين معامل كتله الجسم 30 ل 35. ما تيجي نتكلم بالاوزان تقريبا. اللي هو بنتكلم في الست او البنات اللي من سن 16 سنه لسن 30 سنه اللي هي اللي نقول عليها فتره خصوبه المراه من اول ما تبدا عليها البيريود وبعد كده بتتخطب تتجوز تخلف لغايه سن 35 سنه. في اوزان ما بين 80 و75 لغايه 95 مع متوسط طول ما بين 155 ل 160. يعني زياده في الوزن ما بين 15 لغايه 30 كيلو. يعني هو وزن 85 ل 90 كيلو. اوكي. الكاتيجوري ده او المجموعه دي وبالذات في السيدات اللي هو من سن 16 لسن 35 سنه من اصعب واصعب 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 طرق انها تنزل كيلو. وكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي السيدات في الفئه العمريه دي بالفئه الوزنيه دي صعب جدا انهم ينزلوا 3 كيلو ويقعدوا يعملوا ريجيمات عنيفه ورياضه رهيبه بس رغبه الاكل عندهم بتبوء وتسيطر على الاراده فبتفشل وساعات من الاكل وبينزلوا 4 5 كيلو مثلا في 6 شهور 10 كيلو اللي هي الاوزان اللي هي ما بين 5 ما بين 80 و 95 واول ما يسيبوا رجيم بيروحوا زايدين 10 15 كيلو. كل وسائل الرجيم في الاوزان دي من وجهه نظري فاشله. لان هي الفكره في الرجيم تغيير طبيعه الحياه، تغيير طبيعه الاكل، تغيير اسلوب الحياه، تغيير النظام العام. اللي هو ان ناس طبيعيه جدا لازم بتاكل 3 مرات في اليوم، فطار غدا عشاء. ان ناس لازم بتبقى بتشرب كميه ميه بتخلي الخليه مشبعه بالميه فيبدا يحصل حرق. الكلام ده ما يحصلش الا لو احنا بناكل اكل متنوع. الا لو احنا بناكل 3 مرات. ان احنا وكلمه تنوع دي نحط تحتها مليون خط. وكل الناس اللي عملت رجيم عارفه القصه دي. الناس اللي بتعمل رجيم بروتيني نباتي خضرواتي معرفش ايه بيجوا فتره ويقفوا والجسم بيتخابس وبيقاوم. عشان تنزل تاني لازم تغير. كل ده محفوف ان هي ماشيه بجدول. ومحفوف باراده ان هي ما تقدرش تخرج عن الاطار. كل الكلام ده بيتعالج بالعمليه. كل الكلام ده بينتهي تماما ان احنا نعمل تكميم معده. الناس بره بدات تفكر ان هي تخرج بره المالوف اللي هي الارقام اللي هي اكتر من 35 و40 خاصه الناس اللي عندها بقى سكر. فاندهاش انا كجراحه سمنه لا ده العمليه دي ليها فوائد اكتر مما نتخيل. يعني انا بوصف للعيانين تكميم المعده ان هي بترجع السن تقريبا من 10 ل 15 سنه. يعني احنا بنتكلم لو في عيان عنده 45 سنه احنا بنقول ان العمليه دي في خلال 6 شهور بترجع السن 10 او 15 سنه ورا. من ناحيه ايه؟ من ناحيه الصحه، من ناحيه اللياقه، من ناحيه القدره على التنفس، من ناحيه القلب. كان في وانا جاي النهارده كان في عيان بيكلمني من السعوديه مصري عمل عمليه نزل وكان وزنه 130 وفي خلال 3 اشهر نزل 28 30 كيلو بقى 100. الاحساس هو بيوصف لي الاحساس احساسه فيما بعد العمليه. هو ده اللي دايما انا بحاول اسجله واعمل ريكورد عشان اوصل الاحساس ده للناس وهي جايه تسال على فوائد العمليه. احنا ما بنعملش عمليات لمجرد ان احنا نقلل من كميه الاكل. ما بنعملش عمليات لمجرد ان احنا نقلل من كميه الامتصاص.
احنا بنعمل عملية بنغير فيها من سلوك وطبيعة الأكل، نظام الحياة بيبدأ يتغير، الوزن بيبدأ يبقى وزن مش هنقول مثالي زي ما الناس بتقول 155 طول يبقى وزني طولي 65، لا 155 طول ممكن تبقى 70 كيلو ومثالي، و155 و160 طول ممكن تبقى الوزن المثالي ليك يبقى 90 كيلو، ما انت كنت 200 كيلو. فالعمليات نتائجها بتبين ان لا مش مجرد احنا بننزل الوزن، لا ده تكميم المعدة بتعالج السكر، تكميم المعدة بتعالج الـ 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 الضغط، تحويل المسار تأثيرها ضعف تكميم المعدة على السكر، تحويل المسار تأثيرها ضعف تكميم المعدة على الضغط، الاثنين بيقللوا نسبة الكوليسترول. طب ونسبة الكوليسترول بتقل، الدهون بتقل، الحمل على القلب بيقل، عضلة القلب بترجع تاني أقوى، البنكرياس بيبدأ يتنشط، بيبدأ يخرج إنسولين حتى لو ما عندوش سكر، فبيبدأ إعادة تنشيط، ده في عمليات تحويل المسار بالذات إعادة تنشيط الجسم. لما كنا زمان بقول لك نفتح الريسيفر ونقفل، وقلت لي أنت راجل قديم قوي على الريسيفر والديكودر، هو ده فعلا اندهشنا اللي بيحصل قدامنا. سويتش اوف. هو ده اللي بيحصل قدامنا في بعض العمليات. معظم جراحين، مش معظم، هو كل جراحين السمنه جراحين مش ناس بتوع بطنه، فهم عملوا الجراحه. لما عملوا الجراحه كانت كل اهدافكم في الجراحه عبر التاريخ اللي فات ده كله ان انتوا تقللوا الوزن. نقلل الوزن. فوجئتوا بقى بال 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 بالنتائج، الضغط بيختفي والسكر بيختفي، اللي هي المشاهدات. وبدا على مستوى العالم يبداوا هم عايزين يفسروا، طب يا جماعه هو السكر بيختفي ليه في تحويل المسار؟ والناس بتسالني في العياد هو ليه السكر انا بقول له انا ما اعرفش، في نظريات واحد واثنين وثلاثه، دلوقتي ما حدش في نظريات طبيه وعلميه، وفي هرمون ما اعرفش بيطلع ايه وجي اللي بي الكلام، بس ده اللي انا ما يهمنيش. لا احنا عملنا 100 عمليه تحويل مسار من الرؤيه ان السكر بيختفي في ال 100 عمليه لو سكر من النوع الثاني. ايوه. طب لو سكر من النوع الاول بيتحسن. عشان كده حتى في عمليات تحويل المسار اما المريض يبدا يقول، هو المريض جاي ودايما عنده الحلم من الكلام اللي بيتقال، فلما يبقى عنده هو سكر بيعاني، سواء كان هو بياخد اقراص او بياخد انسولين، هو لما بيسمع كلمه شفاء من السكر على طول بيتخيل ان هو استغنى عن الاقراص، استغنى عن الانسولين، وبدأ يتجنب أو يعالج الأعراض الجانبية المصاحبة للسكر. يعني من المرضى اللي كانت بتيجي عندها سكر بس سنها صغير، بس من كتر ما السكر جالها في سن صغير، هي جالها في سن 28 سنة وهي بقت 35، فبدأ السكر يأثر لدرجة أنه بدأ يعمل لها هيحفن لها ريتنال ديتاتشمنت اللي هو انفصام في الشبكية. فدكاترة الرمض قالوا لها نعمل ليزر، بس أنت عندك المرض موجود، المرض ده موجود، مرض السكر، لو قدرت تشوفي حل لمرض السكر هيبدا ان نتجنب ان احنا نعالج بقيه الاعضاء. فحلم العيان ان هو بيبقى دايما السكر هيختفي، انا ما اقدرش اقول لك ان السكر هيختفي بنسبه 100%، بس انا اقدر اقول لحضرتك ان احنا عملنا 100 حاله، احنا وصلنا فوق الالافات الحمد لله، بس على سبيل المثال 100 حاله، ال 100 حاله دول بياخدوا اقراص، والاقراص مظبطه السكر، وده بيبان عن طريق السكر التراكمي اللي بيتعمل كل 3 اشهر. كل الناس اللي عندها سكر عارفه يعني ايه سكر تراكمي، جلايكوزيليتد هيموجلوبين. بتاخد اقراص، عندك سكر من النوع الثاني، بتاخد اقراص سكر تراكمي مظبوط، يبقى حضرتك مظبوط بالاقراص، يبقى ده بيور سكر من النوع الثاني. نسبه الشفاء عند حضرتك 100%. السكر التراكمي مش مظبوط، بس انت حضرتك بتاخد اقراص. طب انت ليه بتاخد اقراص؟ غالبا دكتور السكر مش عايز يديك انسولين، اصل الشعب المصري بيخاف من الانسولين، فيفضل ماشيك على اقراص، بس سكرك التراكم غلط. فانت ده معتقد غلط. تمام. يعني من يحتاج الى انسولين لازم ياخد انسولين، وانسولين من اروع ادويه السكر، لان هو هدف علاج السكر ان السكر يبقى مظبوط. هو مش من اروع، هو الانسولين اروع اسلوب علاج للسكر على فكره لمن يحتاجه. تمام. فهو هدفي ان انا اظبط السكر، مش هدفي ان انا اخد اقراص واسيب السكر مش مظبوط. هسألك سؤال برضو عودا الى العنوان بتاعنا في الحلقه، احنا بنقارن بين الرجيم وجراحه السمنه. مريض السمنه المفرط لما بيحاول يعمل رجيم بيفشل في معظم الاحوال. تمام. علميا ما ينفعش القياس على حالات معينه، يعني انا شفت
مثلا يجي ايه يجيبوا حد 150 160 كيلو عمل ريجيم كويس وصل ل 80 كيلو مش ده اللي يقاس عليه مش ده اللي يقاس احنا عايزين 100 عيان 100 عيان يعملوا اتعمل لهم نشوف ريجيم و100 تانيين عملوا جراحه وعملوا عمليه ونشوف ده كام في الميه من ده وده الكلام العلمي انت بتقارن سوري ما بين الفيل والدبانه مثلا مع احترامي للرجيم ودكاتره الرجيم المقارنه صعبه جدا جدا وعشان كده عشان المقارنه صعبه ممكن يكون الاسلوب السوبيريور قوي معذره يعني اللي هو الجراحه اللي هي جراحات السمنه فيها نسبه ريسك بنسبه 1 للـ1000 في نسبه ريسك بنسبه 1 للـ1000 نسبه خطوره نسبه خطوره بنسبه 1 للـ1000 ممكن خلينا أمنا بالنسبه للنسبه اللي عندنا تقريبا 4 في الـ1000 نسبه اعراض جانبيه 4 في الـ1000 ممكن من سنتين كنت اقول لك ان هي نسبه 1 لـ2% في بعد سنتين بقول لحضرتك الحمد لله بفضل ربنا 4 في الـ1000 كويس والناس عارفه كده عايز اروح لحته بقى مهمه قوي الناس اللي بيجي لها بتحاول تعمل نظام غذائي احيانا بتفشل كتير بتفشل بيجي لهم اكتئاب طيب بعد الاكتئاب ده بيدخلوا في مرحله في منتهى الخطوره في حياتهم اللي رجع ده في منتهى الخطوره ايه بقى ايه القصه اللي بيحصل له اكتئاب هيحصل له اكتئاب ازاي هو 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 عمال يعمل رجيمات وينزل ويرجع ويعمل رجيمات وينزل الناس اللي هتصاب بالاكتئاب اللي احنا شفناهم برضو يعني في فئتين عمريتين معروفين قوي الفئة الصغيرة دايما هي اللي عندها القصة دي اللي هو السن ما بين 18 ل 25 سنة ولاد وبنات بس البنات أكتر عشان الإيمج عشان المظهر العام عشان النواحي الاجتماعية وهو خاصة من فترة ثانوي لفترة الكلية اللي هي المرحله الانتقاليه دي ما بيبقاش عايز يخش الكليه ايا كان الكليه اللي هيخشها مش عايز يخش الكليه لان هو متخيل ان هو بدايه مستقبله هتبقى في الكليه وهيبدا يتعرف ويبدا يبقى فيه ارتباطات او يبقى فيه ان هو يخلص يعني بدايه حياته الحقيقيه كشاب او شاب فبيبدا يصاب بالاكتئاب نتيجه لان هو مش قادر ينزل للوزن المطلوب فبيبقى في نوعين من الناس في ناس تقتنع بالعمليه وده بيبقى غالبا نتيجه لان حد جنبه او حواليه عمل العمليه او ان والده ووالدته بيزقوه انه يعمل العمليه النوعيه دي بتيجي العياده وبتعمل العمليات بس الناس دي لازم بعد العمليه من ناحيه المتابعه ان ده متوقع ان هو يخش في نوع من انواع الاكتئاب ازاي هو قبل العمليه كان بياكل كميات كبيره جدا عنده رغبه وشهيه للاكل غير طبيعيه عنده متعه في حياته الا وهي ان هو يقعد على الاكل سواء كان 3 وجبات او 4 وجبات او حتى وجبه واحده بس في تلذذ بالاكل الناس اللي زي دي تلاقي اوزانها معديه ال 150 وال 160 لما بيضطر ان هو يعمل عمليه والقصه مش نابعه من ارادته خلاص في حد عمل عمليه حواليه او هو داخل على الكليه او اهله بيقولوا له لازم تعمل عمليه بعد العمليه بيبقى في نوع من انواع الهاندلنج بالنسبه لنا اللي هو التعامل معاه كيفيه التعامل مع الشخصيه دي الشخصيه كانت قاعده قصاد الاكل ممكن تضرب فرخه وطبقين رز يعني كميات بشعه وهو متلذذ تماما فما فجاه بيتقطع عنه انا بقول يتقطع عنه الزاد يبدا يحس ان هو شبعان بس الكيمياء في الاول 3 أشهر بعد العمليه لسه متعوده ان هي لما تشم الملوخيه يسيل اللعاب زي ما بتزيد العصاره الصفراويه وعصارات الهضم في المعده فده بيبقى نوع في ممكن يخش بقى في نوع من انواع الاكتئاب فاحنا لا ده احنا بنحاول نتجنبه الاكتئاب وعلاقته بالسمنه الناس اللي ما بتقدرش تنزل بيحصل لها اكتئاب بتبدا تاخد ادويه عند دكاتره نفسيين الادويه دي بتزود فحلها الوحيد انك تقطع السايكل ان انت تعمل يا تكميم يا تحويل طيب هسال اسئله سريعه وعايز اجابات سريعه جدا يا دوبك ايه 3 4 كلمات حلو كده انا السؤال الاول بعد العمليه يسال المريض هل هياكل طبيعي هياكل طبيعي بياكل من بقه كويس بس الكميات بتبقى صغيره هياكل طبيعي السؤال الثاني
ايه افضل عمليه جراحه سمنه؟ افضل عمليه جراحه سمنه، سؤال ده كويس ولا سؤال بطيخي؟ سؤال بطيخي، هما الاثنين كويسين قوي، بس كل عيان وليه العمليه بتاعته وسنه وعلى حسب رؤيه الدكتور. دي مهمه قوي. هل تؤثر السمنه على القدره الجنسيه؟ اه طبعا. تؤثر بالسمنه؟ اه طبعا. هل تتحسن القدره الجنسيه بعد العمليه؟ بيرجع 15 سنه ورا. 15 سنه ورا؟ اه. هل بعد العمليه شعره بيقع او شعرها بتقع؟ والله احنا لو عملنا رجيم لمده 6 شهور ونزلنا 20 كيلو شعرنا هيقع، ولو عملنا تكميم في اول 6 شهور شعرنا هيقع لان احنا بنخس، وعملنا تحويل مسار في اول 3-6 شهور شعرنا هيقع لان احنا بنخس. اي حد هينزل وزنه باي طريقه، رجيم، عمليات، الشعر هيقع لغايه لما الوزن يبدا يوصل للثبات، فهيبدا الشعر يتغذى من تاني، فيبدا الشعر يطول ويكبر ويوصل للطبيعي. في علاقه بين الوراثه والسمنه؟ اه طبعا، في عائلات عندها السمنه وراثيه بطريقه كبيره جدا، تلاقي الخمسه نفس الحجم. الغده الدرقيه بتزود الوزن؟ اه طبعا، هبوط الغده الدرقيه ان القصور فيها دي بتاعتك انت، قصور في الغده الدرقيه بيثبت الوزن. بس هو بمناسبه الغده الدرقيه، من العيانين اللي احنا عملنا لهم كان عندهم قصور في الغده الدرقيه، وبياخدوا طبعا التروكسين، بس بياخدوا التروكسين، وكل الناس برضه عندها قصور في الغده الدرقيه عارفه القصه، ياخدوا التروكسين بس يبقى تي 3 وتي 4 وتي اتش نورمال. بعد نزول الوزن جرعات الالتروكسين بتقل تقريبا للنص. الست تحمل بعد العمليه؟ على الاقل 12 شهر، وبنستخدم وسيله موضعيه عشان ما يبقاش فيه وسيله هرمونات ممكن تزود من الوزن. طبعا ضيف العزيز ميجا ستار جراحات السمنه الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، انت نورتني واسعدتني في هذا اللقاء الممتع للغايه. انا متشكر قوي. انا اللي متشكر جدا. خليكم دايما مع الدكتور.